صباح الخير كيزيتو، عاملين ايه حبايبي الحلوين؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده اصحابي عندنا المدود. المدود درس المدود يا اصحابي فيه 3 احرف. ايه هما؟ ها عندي مد الف، مد واو، مد ياء. تاني مد الف، مد واو، مد ياء. يعني ايه مدود؟ يعني بطول صوتي يا اصحابي مع الحرف اللي معايا. يعني ايه؟ طب تعالوا كده نشوف مع بعض. اول مد عندي هو مد الالف. انا قلت المدود عندي مد الف، مد واو، مد ياء. عندي اول مد عندي هو مد الالف. قلت حروف المد 3، الف واو ياء. اول حرف حرف الالف، مد الالف. مد الالف يا اصحابي كان بيلعب هو ومد الواو ومد الياء، الثلاثه كانوا بيلعبوا مع بعض. وبعدين يا اصحابي كل حرف منهم كان زعلان قوي قوي ان صوته صغير قصير خالص، فقال انا مد الالف، قال انا لازم اخد حركه معايا من الحركات القصيره. واحنا عرفنا ايه هي الحركات القصيره، قلنا الفتحه، الكسره، الضمه، السكون، دول اسمهم حركات قصيره. كان حرف الالف والواو والياء هنا احنا لازم ناخد اي حركة من الحركات القصيرة علشان تساعدني في اني اطول صوت الحرف اللي معايا. حرف الالف حب قوي ان هو يلعب مع الفتحة، قال ان هاخد الفتحة صديقتي معايا وهخليها دايما معايا في كل الحروف اللي انا هكون فيها. بس انا ما بحبش اي حركة او اي ولا همزة ولا اي حركة تكون واقفة على راسي خالص، انا عايز اجي اكون واقف لوحدي، يعني مش فوقي همزة ولا فتحة ولا كسرة ولا ضمة ولا سكون، اي حركة من الحركات القصيرة ما تكونش واقفة عليا خالص. طب ما انت هتاخد معاك حرف الالف، هتاخد معاك قلت الفتحة. لا، انا هحط الفتحة على الحرف اللي قبلي يا اصحابي، وهسمي الحرف اللي قبلي ده الحرف الممدود. طب تيجوا نشوف مع بعض. مد الالف يعني حرف الباء انطقه مع الفتحه، احنا قلنا الفتحه من الحركات القصيره، باء فتحه، باء باء فتحه، باء. شايفين صوتها قصير ازاي؟ طيب تعالوا كده نحط مد الالف لحرف الباء. قلنا مد الالف اختار الفتحه علشان تكون مع كل حروفه، وكمان علشان يطول صوت الحرف اللي معاه، فبقى هنطقها ايه؟ باء. عد على ايدي يا اصحابي علشان اضمن اني انا صوتي طويل، يبقى باء ده مد الالف. يبقى صوت الحرف الباء لما حطينا له مد الالف بقى طويل، بقى حركه طويله، فبقت باء. طيب حرف الجيم مع الفتحه، قلنا الفتحه حركه قصيره لما تكون لوحدها، فهنطقها جيم فتحه جاء. طيب مع مد الالف هنطقها جاء. شايفين صوت حرف الجيم بقى طويل ازاي مع مد الالف؟ طيب تعالوا كده نشوف دال فتحه د. طيب لما احط لها مد الف قلنا ها د، يبقى مد الالف بيطول صوت الحرف. خلاص احنا قلنا مد الالف اختار الفتحه، وقال هحط الفتحه على الحرف اللي قبلي، وهسمي الحرف اللي قبلي يا اصحابي الممدود. الحرف الايه؟ الممدود. تعالوا نقرا كده مع بعض. ها تا ها تا، صوت طويل عشان في مد الف. غا خا سا را فا ذا ها طا. شايفين صوت طويل ازاي؟ طيب تيجوا بقى كده هنشوف مد الالف. انا قلت مد الالف الباء مع مد الالف قلنا باء. طيب تعالوا كده نزود لها حرف تاني يا اصحابي ونشوف هنعرف نقرا الكلمه ولا لا. ها انا قلت ايه؟ باء. هنضيف حرف الباء يبقى ايه؟ باب باب، كلمه باب. يبقى كده كوننا مع بعض كلمه باب. طيب تعالوا كده قلنا تاء.
طيب ممكن نزود حرف كمان في آخر الكلمة. يبقى زودنا حرف الجيم، تعالوا نشوف هنقرأ الكلمة ازاي. تاج، تاج، تاج. خا، فا، خا، فا. ن، م، ن، م. ن، ناس. جاء، عاء، جاء، عاء. يبقى كده انا نطقت المد والممدود وزودنا حرف بعدهم، نطقنا الحروف مع بعض وكوننا منهم كلمة. طيب تعالوا كده نشوف الكلمة اللي فيها مد الألف. عنب، اول حاجة عندي عنب فيها مد ألف. سمع حد بيقول لي لا فهتبقى غلط. ها، باب، ب، ب، حرف الباء قلنا عليه فتحة مع مد الألف. قلنا مد الألف اختار الفتحة وقال هحطها على الحرف اللي قبلي وهسمي الحرف اللي قبلي ممدود. باب، مد ألف. أحسنتم، سمع حد قال لي ده مد ألف. ها، سورة تاج. طب تعالوا نكتب كلمة تاج. تاج، ايه ده؟ ده حرف التاء يا ميس إيمان عن فتحة وحرف الألف جاي مش عليه ولا سكون ولا همزة ولا فتحة خالص، يبقى ده على طول أقول ايه؟ أحسنتم، مادة ألف. شوف كلمة كمان، كتكوت. ها، فيها مد؟ كتكوت. لا ما فيهاش مادة ألف، هي فيها مد بس ده مد واو مش مد ألف. أسفة، بطة، بطة، بطة. أنا شفتها كتكوت، شفت الصورة كتكوت، معلش يا أصحابي دي بطة برضو ما فيهاش مادة ألف. كده خلصنا النهاردة مد الألف مع بعض يا أصحابي، وعرفنا كمان إزاي نطلع المد وإزاي كمان نطلع الممدود. إلى اللقاء يا أصحابي مع حصة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.